المهرجان ده ليه أهمية كبيرة قوي، لأنه بيعتمد على مجموعة الشباب وعلى مجموعة الدارسين في المعهد العالي في المسرحية وعلى مجموعة أعضاء النقابة، وكون النقابة بمجلسها بناقبها الدكتور أشرف اللي هو رئيس الأكاديمية، وده بيساعده على تطوير المهنة وتطوير النقابة، بالإضافة لتطوير المكان اللي هو فيه اللي هو أكاديمية الفنون اللي فيه أهم معاهد موجودة في الوطن العربي. وبالتالي الصعوبة بقت كبيرة على القائمين على المهرجان، لأن دلوقتي طبعا في تكنولوجيا عالية قوي، الميديا تقدمت جدا، أصبح أن أنت تقدر تتفرجي على أجدع مسرحية وأكبر مسرحية وأنت نايمة تحت البطانية على الموبايل أو على الكمبيوتر أو على اللابتوب. وبالتالي الدروس كمان بتاعة التمثيل وبتاعة الإخراج بقت متاحة في الأماكن دي، وأيضا كيفية تذوق تلك الفنون بقى متاح على الميديا، وتقدر تشوفيه وتعرفي تفرقي بين المنتج الجيد والمنتج الرديء من الثقافة المعروضة. المسرح دي أهمية كبيرة جدا، أنه بيعبر عن هموم وآمال وطموحات الناس، وبالتالي هي دي وسيلة الجذب اللي موجودة في المسرح. كيفية تناولها هو ده اللي هيخلينا نسيب الموبايل وسيب الميديا والتكنولوجيا وأجي أتفرج عليها. كل ما كانت التقنية في التناول تقنية حديثة وعالية وفيها عملية الاتراكتف جذب المشاهد إليه، هينزل يتفرج وهيسيب كل الحاجات دي. لو الحاجات دي مش موجودة هتقل الفرجة على المسرح. ومن هنا جاءت أهمية وجود مهرجانات للدارسين وللهواة، ان هما بياخدوا خبرة كل سنة، بيكتسبوا خبرة ويشوفوا سلبيات السنة اللي قبلها والدورة اللي قبلها ويجددوا في الدورة اللي بعد كده.